هذا شكل الماسك النهائي اللي طوبة السنتر، هاي بعملية التفريز، وهنا الجزء المخروطي بالسلبة والجزء الآخر بالخراطة الطولية والوجهية وعملية التثقيب. يتم عمل ماسك لطوبة السنتر بأربع عمليات: عملية خراطة، عملية تثقيب، عملية تفريز، وعمل السلبة، وتتركب على ماكينة السياسي. طريقة العمل: أول شيء عندنا شيفت، نبدي نسوي له عملية تثقيب وخراطة بتعديل وجه وخراطة طولية حسب طول وقطر الماسك لطوبة السنتر. فهنا بعدين نحدده، طبعا حددنا هسه طول الشف ونبدأ قطعة ونعدله من الجهة الثانية بالخراطة الطولية بواسطة قلم كاربيدي، يعني ذات لقمة كاربيدية. وأول شيء بعملية التثقيب راح نثقب ببريمة سنتر، وبعدها نثبت القطعة مالتنا بين طوبة السنتر والعينة ونبدي بالخراطة الطولية كما موضح بهذا الشكل. هسه حددنا المسافة اللي راح ناخذها الأولى حتى نسوي عليها عملية تفريز بالتقسيم المباشر. هذه المسافة هي نسوي عليها تفريز من جهتين. هذه هي طبعا هنا أول شيء هي هاي الطوبة مالتنا، وهذا الماسك راح نبدي نشوف القطر مالت القطر الداخلي والقطر الخارجي، يعني القطر الداخلي بالنسبة للطوبة والقطر الخارجي بالنسبة للماسك. نحدده، سنثبت الركبة هذه حتى يقعد بيه، والجهة الثانية اللي راح نسوي بيها عملية التفريز. هذه الجهة نسوي عملية التفريز. هسه راح نبدي نشتغل سلبة قطر كبير ناقص القطر الصغير على 2 في الطول في 57، ونحولها بي الحاسبة راح يطلع لنا 1.35 درجة. هذه وين ناخذها؟ بالراسمة العليا الصغرى. طبعا بعد ما كملنا قانون السلبة، هذه بالراسمة العليا الصغرى، احنا عندنا ثلاث قوانين للسلبة: راسمة عليا صغرى، جهاز السلبة الإضافي، والقانون الآخر نقدر نطلعه بالغراب المتحرك الثابت المتحرك العفو. هسه هنا مينا الراسمة العليا الصغرى بزاوية درجة وخمسة وثلاثين، ضبها من الصفحتين ونبدي ناخذ السلبة. طبعا قوانين السلبة كل وحدة لها شغلها الخاص، يعني إذا كانت الجهاز السلبة الإضافي أو بالراسمة العليا الصغرى أو بواسطة الغراب المتحرك، كل واحدة لها قوانينها. هسه كملنا خراطة وكملنا الوجهية والطولية وكملنا العمل السلبة والتثقيب. هسه وعد هاي راح نعدلها بالمبرد، بعد التعديل بالمبرد راح ناخذها ونخليها على ماكينة التفريز بجهاز رأس التقسيم المباشر. هسه فرزنا من الجهتين، شلونها؟ عندنا القرص موجود هو 24 قابل للقسم على 2، يطلع لنا 12 سم، يعني بين كل سم وسم 15 درجة. فاحنا المفروض ناخذ السكين جبهي، بس هسه احنا هنا خالين سكين تفريز عادي، يعني هو هذا الموجود اللي عندنا. وطبعا هنا هسه بنشتغل التقسيم المباشر، فراح يكون من الجهتين حتى يطلع عندنا بهذا الشكل في ماكينة تفريز افقية احنا هسه بنشتغلها. فهذا النتيجة النهائية لماسك طوبة السنتر.